اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وردة طريقتها سهلة وبسيطة. نعمل عقدة البداية، بعد كده هنشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هشتغل غرزة منزلقة في أول غرزة سلسلة، هنشتغل جوه الحلقة اللي احنا كوناها، هنشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهشتغل في الحلقة غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة واحدة، وهشتغل جوه الحلقة كمان غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة، وهشتغل جوه الحلقة غرزة عمود بلفة. هفضل ماشية سط الراوند ده كله بنفس الطريقة، وانا بشتغل سلسلة وبدخل جوه الحلقة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة. هيكون معايا من فراغ السلسلة ده 12 فراغ. انا كده عملت 1 2 3 4، هكمل كمان 8 فراغات بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. واشتغلت بنفس الطريقة وكون معايا 11 فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الفراغ الاخير بنشتغل غرزة سلسلة وبنقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي كنا ارتفعناهم في الأول، 1 2، وهندخل في ثالث سلسلة. هنشتغل فيها غرزة منزلقة، يبقى كده الراوند الأول خلص. هنشتغل في الراوند التاني وهنرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الإبرة وهروح عند غرزة العمود بلفة، هدخل فيها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وبعد كده هشتغل 2 سلسلة فراغ وهروح عند غرزة العمود بلفة اللي بعديها على طول، وهدخل فيها واشتغل فيها غرزة عمود بلفة، بسيب الفراغ مش فراغ السلسلة مش بشتغل فيه. يبقى السطر ده هنشتغل عمود فوق كل عمود وبينهم سلسلتين، هنشتغل سلسلتين وهنروح للعمود اللي بعديها على طول وهنشتغل فيه غرزة عمود بلفة. بعد كده هنشتغل سلسلتين وهروح برضو للعمود وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة. هكمل الدور بنفس الطريقة ان انا بشتغل سلسلتين وبروح عند فوق العمود بشتغل فوقيه غرزة عمود بلفة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. هيتكون معايا في نهاية الراوند ده 12 فراغ من فراغ ال2 سلسلة، هكمل وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. انا كده معايا 11 فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الفراغ الاخير بنشتغل 2 سلسلة، وهنا بعد سلسلة 2 وبقفل في السلسلة الثالثة بغرزة منزلقة. كده هيتكون معايا الفراغ ال12 من فراغ ال2 سلسلة. كده خلصنا الراوند التاني، هنشتغل الراوند التالت وهنرتفع غرزة سلسلة. هنشتغل غرزة حشو في نفس المكان، بعد كده هنشتغل 3 سلسلة، وهنا هشتغل في فراغ ال2 سلسلة هشتغل فيهم 5 غرزة عمود بلفة مش كاملة. بعد ما ارتفعت 3 سلسلة هروح لفراغ ال2 سلسلة وادخل فيه واسحب الخيط، بيتكون معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبطلع من حلقتين.
دي غرزة العمود بلفة مش كاملة كده أول مرة. كمان مرة بدخل جوه الفراغ وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين كده. دي تاني غرزة عمود بلفة مش كاملة كده. تلاتة كده، أربعة كده، خمسة. بعد كده بلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها اللي على الإبرة. بعد كده برتفع سلسلة بثبت بيها غرزة العمود بلفة مش كاملة. بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة وبروح هنا فوق غرزة العمود بلفة بشتغل فوقيها غرزة حشو. الشكل ده كده. تاني هشتغل تلاتة سلسلة وهروح في فراغ الاتنين سلسلة ده هشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة مش كاملة. بلف وبطلع من حلقتين كده أول مرة. تاني كده، اتنين كده، تلاتة كده، أربعة كده، خمسة. وبلف وبطلع من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده بشتغل سلسلة بثبت بيها غرز العمود بلفة مش كاملة. وبعد كده بشتغل عليهم كمان تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة. وبروح عند غرزة العمود بلفة وبشتغل فوقيها غرزة حشو. كده اشتغلنا مع بعض تاني بطلة. يكون معايا بالشكل ده كده. تاني هشتغل تلاتة سلسلة وهروح لفراغ الاتنين سلسلة وبشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة مش كاملة. كده أول غرزة كده، تاني غرزة كده، تالت غرزة كده، رابع غرزة كده، خامس غرزة. وبلف الخيط وبطلع من الحلقات كلها مع بعض وبرتفع سلسلة. بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة بروح عند غرزة العمود بلفة بشتغل فوقيها غرزة حشو. كده اتكونت معايا تالت بتلة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. اشتغلت في اخر فراغ اتنين سلسلة عملت فيه خمسة غرزة عمود بلفة مش كاملة. بعد كده اشتغلت اربعة سلسلة وهروح هنا عند اول غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة. يبقى احنا اشتغلنا اربعة سلسلة. هندخل فين؟ هندخل هنا وهنشتغل غرزة منزلقة. هتكون معايا بالشكل ده كده. بعد كده برتفع وبقص الخيط. بدخل طبعا الخيط في الشغل من ورا. هتكون معايا وردة بالشكل ده كده. طريقتها سهلة وبسيطة. ممكن نزين بيها مشغولات، ممكن نعملها وحدات مفارش. مش بتاخد وقت معانا في الشغل ومش بتاخد خيط كتير. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.